السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقاء جروب صفحة صيدلية هلال وقناة معلومة طبية، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة هيبقى يوم مختلف، يوم جديد بس جديد معاكم دكتور حسام، وإن شاء الله بإذن الله البث ينال إعجابكم. الفترة الأخيرة لاحظنا يعني تساؤلات كتير حوالين الإدمان، وتساؤلات كتير حول إزاي أتعالج، وتساؤلات كتير الناس بتسألنا طب التحاليل أعمله فين. كل ده هيدور في حلقة النهاردة، انتظرونا إن شاء الله بإذن الله. هنكلم دكتور محمد عادل، وكمان هنكلم ناس يعني متخصصة في علاج الإدمان مستشفى الطريق، وهنكلم عنها دكتور محمد. أنا هنتظر الناس تنضم للبث عشان خاطر الناس تستفيد إن شاء الله بإذن الله. يعني المساعدات شغالة وشغالين فيها إن شاء الله. بعد البث مباشرة هنحاول، أنا معاك اهوت عشان نشوف التعليقات. هنحاول نوضحلكم شوية المساعدات اللي احنا عملناها. احنا يعني انابيب الاكسجين الستة خلاص في الخارج، الناس مصابة، الاعداد بتزيد، والناس برضو مستمرة في الاهمال وعدم الوعي بالموجة التالتة للكورونا. تلات اسطوانات في الخارج، الست اسطوانات معلش في الخارج. شنط رمضان خلاص الحمد لله يعني وزعناها وانتهينا منها. في ادوية هننزلها بعد البث مباشرة، في حقنه اللي هي الايبوتين لو حد محتاجها احنا ممكن هنوديها لائمه، لو محدش محتاجها من شبرا هنا هنوديها لجمعيه نهضه الشنشور وحده الغسيل الكلوي. ويعني في ادويه هننزلها تم صرفها في صديق اتبرع ب 100 جنيه امبارح. كان في ناس بتسالنا على دواء في روشته قبل كده، هنديهم الدواء ده وهننزله برده بعد الصفحه بعد البث مباشره. هنكلم طبعا معانا دكتور محمد عادل، هنكلمه عشان خاطر نتكلم في موضوع الادمان اللي انتشر بصوره كبيره جدا في شبرا وبره شبرا. ان شاء الله باذن الله الحلقه النهارده تبقى كويسه. معلش طلعت بدري شويه، خلاص بقى كل سنه طيبين، رمضان كريم على الابواب، وكمان هيبقى في استعداد لحلقات البرنامج رمضان احلى مع الدكتور حسام. وان شاء الله باذن الله الحلقه النهارده تنال اعجابكم باذن الله. ان شاء الله باذن الله بالتوفيق لينا وبالتوفيق للناس كلها. النهارده خلاص يعني بكره ان شاء الله الرؤيه، وان شاء الله باذن الله بعد بكره رمضان او بكره او يوم الاثنين ان شاء الله باذن الله الناس كلها يبقى رمضان عليها سعيد السنه دي. ناس كثيره يعني لما بتتعامل مع المريض الادمان بيتعاملوا معاه يعني صوره صعبه شويه. رقم رن اهوت، ان شاء الله باذن الله دكتور محمد يرد علينا. الو، السلام عليكم يا دكتور محمد. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك، معاك دكتور حسام جروب صيدليه الهلال وقناه معلومه طبيه. انت حضرتك معانا على الهواء، هنستفسر بس منك على شويه حاجات كده تخص المريض اللي هو بيعاني من الادمان او بياخد حاجه مثلا تسبب له ادمان. مرحب بيك يا دكتور محمد. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك، تحت امرك يا باشا. الله يخليك يا دكتور محمد. في البدايه كده دكتور محمد، يعني اول حاجه بتسال لنا لما بيجي المريض بيسال، دايما الاهل هم اللي بتسال، فدايما الاهل هم اللي بيتعبوا، فدايما يعني بيسالوا احنا نتعامل مع المريض ده ازاي. تمام، مريض ادمان، هو في فرق الاول نقسم كده بين مريض الادمان وبين مستخدم المخدرات. تمام، مريض الادمان اللي هو بالنسبه له المخدر هو الاولويه في حياته. تمام، المستخدم اللي هو بيتعاطى كل مثلا عيد، كل خميس، كل فرح مخدر كده موجود. يعني مخدر موجود مش موجود ما عندوش مشكله. تمام، عموما يعني في العادي ان ده ما بيدخلش اصلا مستشفيات يتعالج. تمام، لان هو بيحتاج توعيه بس من الخارج وبيبطل المخدر لان هو ملوش اولويه في حياته. المدمن، لو ابني مدمن ابدا اعرفه او الاحظ عليه ازاي؟ تمام، المخدر لو ليه اولويه في حياتي، اول حاجه هتلاقي فيه تدهور صحيه، تاني حاجه هتلاقي تغيرات مزاجيه مختلفه، شويه مبسوط قوي، شويه زعلان قوي، باين على عينيه التغيير، باين على الاكل بتاعه بدا يقل، الشهيه قلت، باين على دراسته لو بيدرس ان هو بتدهور على طول من سيء لأسوأ، باين في شغله لو هو شغال هتلاقيه مأثر في شغله جدا،
باين في الظروف المادية بتاعته، حالته المادية تلاقيها دايما متدهورة، ممكن يتجه لسرقة الأهل بعد كده يعني في مراحل متأخرة، يعني لما يزيد الإدمان معاه بيبدأ يسرق ويحاول ينصب يبيع الحاجة بتاعته عشان يوصل للمخدر، لأنه هو ليه أولوية في حياته. اللي وصل لمرحلة اللي احنا اتكلمنا فيها دي اللي هو مدمن بقى خلاص، اللي هو ليه الأولوية في حياته المخدر. تمام. ده طريقة العلاج. هو في واحد بيبقى وصل للقاع، القاع ده اللي هو قمة التدهور اللي بيوصل له، مش قادر من سيء لأسوأ لحد ما وصل للقاع اللي هو ماديا وجسديا ونفسيا وكل مشاكل حتى أسريا. لو متجوز هتلاقيه في مشاكل زوجية مع مراته على طول، ممكن توصل للطلاق. تمام. اللي جايب قاع ده دايما بتلاقيه واخد قرار، لأنه هو تعب من المخدرات وتعب من شكل الحياة اللي هو عايش بيه، اللي هو نظام اليوم اللي هو أول ما يصحى الصبح يدور على المخدر، يدور هيجيب فلوس منين. الحياة اللي هو عاشها والتدهور اللي هو عاشه والمواقف اللي عاشها حياته وصلته للقاع، خلاص تعب عايز يبطل. بيجي لنا المستشفى، ده بيبقى واخد قرار تبطيل، أنا خلاص تعبت وعايز أبطل. طبعا ده بيسهل علينا كتير، ده يعني الاعتراف بالمرض وان انا تعبان فعلا وان انا عندي مشكله مع الادمان، ده بيبقى عدى نص الطريق باعترافه. ده بيسهل علينا كتير. في حد تاني ما بقاش مقتنع، اللي هو لا انا لسه قدامي مساحه، لا انا لسه الدنيا ما باظتش مني قوي. طب الاهل يقول لك ده مش راضي يجي، مش موافق ان هو يجي مستشفى، او مش راضي، مش موافق على الحجز. طب الاهل يتعاملوا معاه ازاي يا دكتور محمد؟ ده الطريقة اللي احنا بنتعامل بيها، ان بيخرج فريق طبي. الفريق الطبي ده بيبدأ معاه الاول بجلسات نفسية، يحاول يقنعه بان هو يجي المستشفى، يحاول يشاوله على الخسائر اللي هو خسرها من المخدرات ومن الادمان. بعد ما يشاوله على الخسائر والكلام ده كله، اقتنع تمام بيجي معانا، ما اقتنعش بنتعامل معاه الفريق الطبي ده بيديله حقنة مهدئة وبينقله المستشفى. ليه بقى؟ لان لو سبت المريض ده هو هيوصل لقاع اكتر من اللي فيه، ودلوقتي ممكن كمان المواد المخدره اصلا مسممه كالهيروين والكلام ده كله، كذا حد كذا حاله وفاه بسبب المخدرات المخلطه والمسممه. فانت مش هتسيب ابنك يوصل للمرحله دي، هو ممكن يفضل في حضنك بس هو تعبان وبيتدهور كل يوم، فلازم تتبع الطريقه دي اللي هو الحجز الاجباري او الالزامي زي ما بنقول. ليه؟ لان هو خطر على نفسه وخطر على اللي حواليه كمان، ممكن يأذيه وممكن يأذي نفسه. طب ممكن يا دكتور محمد المريض دوت يتعالج في البيت ولا لازم يتنقل المصحه او المستشفى عند حضرتك؟ هقول لك يفضل المستشفى. ليه؟ تمام. لان المستشفى بيتهيأله جو معين من التعافي. اول حاجه البيت، تاني يوم في بدايه اعراض الانسحاب المريض ده هيطلب منك ان هو ينزل يجيب المخدر بالعافيه. تمام. حالة هياك طبعا، هو قدامه مساحة ان هو يطلع يجيب المخدر. أيوة. فالاهل مش هيقدروا يسيطروا عليه، اعراض الانسحاب بتبقى قوية، انا عايز اروح اجيب المخدر، ممكن يكسر البيت، ممكن يضربهم عشان ينزل يجيب المخدر، فبيوصل لمرحلة رهيبة. فالمستشفى كفكرة المستشفى اصلا وترتيب خطوات التعافي اللي هو من اول اعراض انسحاب الجسدية والنفسية والتأهيل النفسي وتعديل السلوكيات، كل الترتيبة دي الاهل مش هيقدروا يعملوها. تمام. هتبقى صعبة. المريض بيحتاج من 15 ل 20 يوم اعراض انسحاب جسدية ونفسية. في اهل حبسوا اولادهم في البيت لمدة اسبوع 7 ايام قضوا اعراض انسحاب جسدية مثلا، خلاص جسمانيا بقى حلو، هم ما يعرفوش ان بعد اعراض انسحاب الجسدية دي في اعراض انسحاب نفسية، واللي هي اصعب واقوى، واللي هي عرضة للانتكاسة فيها، المريض عرضة للانتكاسة فيها من كمية الافكار اللي بتجيله، بينزل ما بيبقاش عارف يتعامل مع الناس، ما بيبقاش عارف يعيش حياته زي الاول، فبيبدأ يلجأ للمخدر تاني، مع انه خلاص الجسدي ما عادش فيه اعراض انسحاب جسدية ولا الام جسدية، بس اعراض انسحاب النفسية اقوى. دي ليها برضو جلسات نفسية، المريض بيتعمل له جلسات نفسية فيها ويؤهل لمرحلة الريكفري اوت. المرحلة دي مهمة جدا بقى، اللي هي منع الانتكاسة وتعديل السلوك والتأهيل النفسي والسلوكي. المرحلة دي هي دي تعتبر اساس التعافي، ان هو ما يرجعش المخدر مرة تانية، عبارة عن 4 خطوات داخل المكان العلاجي. طبعا ده كله صعب ان الاهل يعملوه في البيت او هيقولوا الجو ده في البيت. تمام يا دكتور. طب احنا عايزين يا دكتور نعرف يعني انواع الحاجات المخدره اللي بتيجي المستشفى، وعايزين نعرف اصعب نوع انتوا بتتعاملوا معاه واسهل نوع ممكن تتعاملوا معاه. بص، هو عامه يعني مش هنقول اصعب واسهل، هو بتعتمد على كميه المخدر اللي هو بيتعاطاه ومده التعاطي.
يعني اي مخدر مش هنستقل بيه. الحشيش الحشيش والاستروكس اللي هم منتشرين جدا دلوقتي واللي يقول لك ده مش ادمان، هم اكتر اعراض متعبة بيقولنا هم المدمنين حشيش والاستروكس، لان ده بيدمر خلايا المخ. تمام. يعني السيجارة الواحدة بتدمر الاف الخلايا من المخ، فبيبدأ يجي لنا المريض ده عنده شق نفسي، يعني عنده مرض نفسي بسبب المخدرات الهوائية اللي هم بيقولوا ملهاش اي اعراض، وان هي المخدرات دي مش ادمان، دي بتدمر المخ وتوصله ان هو يبقى مريض نفسي، فبيبقى مريض مزدوج. المزدوج ده عنده شك نفسي وادمان، فانت بدل ما بتعالج جزئيه واحده انت بتعالج جزئيتين، بتعالج المرض النفسي اللي جاله بناء على المخدر اللي هو بيتعاطاه، وبعد كده بتعالج جزئيه الادمان بعد ما يفوق من المرض النفسي ده. تمام. ده الحشيش والاستروكس اللي هم مستقلين بيه، يعني يوصلك ان انت يبقى مريض نفسي. تمام يا دكتور. الهيروين هتلاقي اعراض انسحابه الجسديه حوالي 7 ايام بيبقى الاعراض قويه شويه، واول 3 ايام اصعب 3 ايام طبعا، على حسب برضو كمية المخدر وعلى حسب مدة التعاطي. عندك الترامادول برضو أعراض انسحاب قوية جدا، بتستمر لحد 15 يوم أعراض انسحاب، برضو زي ما قلت لك بيعتمد على كمية المخدر ومدة التعاطي والحالة الجسدية للمريض. يعني في مريض الكلى ووظائف الكلى وإنزيمات الكبد عنده مظبوطة، فده بيقدر جسمه يستخلص المخدر أفضل من التاني، فبتختلف من شخص لآخر وكمية المخدر طبعا، ده أساسي يعني. فمش هنستقل بأي مخدر، يعني كلها حاجات مدمرة، كلها أنواع مدمرة. تمام. وكل واحد بيلعب على جزئية معينة، واحد بيدمر لي المخ، واحد بيدمر لي الكبد، واحد بيدمر لي جسمي كله، عظمي وعصابي وكل حاجة بتلعب على حاجة، واحد بيدمر لي أمعاء، واحد بيدمر لي المعدة، قرح في المعدة، حتى الكحوليات هي يعني اعراض انسحابها النفسيه قويه جدا، ممكن توصل لافكار انتحاريه. تمام. كل الخمور. فبقول لك كل حاجه هتلاقي اعراضها ليها عرض شديد وقوي. طب يا دكتور محمد، يعني هل شايف ان احنا يعني في حملات اللي زعم عاملاها مثلا، او يعني احنا نفسنا عاملين توعيه، ولا شايف ان توعيه قليله عندنا؟ يعني احنا كنا سامعين عن حمله من فتره كبيره انت اقوى من المخدرات، والحمله دي انا حاسس ليها يعني ما بقتش زي الاول. والله بص، يعني هو كل مستشفى بدورها بتعمل دورها على اكمل وجه اللي بتقدر تعمله. يعني احنا مثلا كمستشفى الطريق احنا عملنا حمله اسمها حمله تقدر، بدانا ننشر ناس معالجين واخصائيين في الصيدليات. انت جيتوا هنا عندنا يا دكتور محمد من سنتين وكان يوم جميل جدا، وجيتوا وشرفتونا هنا في شبرا وعملتوا فعلا توعيه للناس كانت جميله جدا. يعني يا ريت كل المستشفيات والله. ده شرف لينا والله، كان التعاون معاك ده شرف لينا طبعا، وكان يوم جميل جدا، وفي ناس كتيره استفادت، وفي ناس كتيره متعاطين اتكلموا، وفي ناس حللت عشان تشوف تحليلها وبدات تقلق اكتر وعرفت خطوره المخدر وخدت توعيه بيه. ده فاد ناس كتيره وفهمهم ان ده مرض. في ناس كتير مش فاهمه ان الادمان ده مرض، فاكرين ان هو يعني انا بشرب مخدرات وبطل وقت ما انا عايز. هو الكلام ده مش حقيقي. تمام. الافكار المسيطره والرغبه الملحه اللي بتبقى عند مريض الادمان هي دي اكبر من ان هو لا انا بشرب حاجه ولا عايز ابطلها بطلها. انت ما تعرفش مدى خطورتها توصل لحد ايه فين. ده مرض الاعتماديه لازم يتحل بطرق كتير، ووقت علاجه يمكن اطول من اي مرض. تمام. يا دكتور محمد، يعني عايز كده اسالك سؤال بسيط كده، يعني اكتر سن بيقابلكوا بيكون هو المتعاطي المخدر ده، اكبر سن هل هو الشباب، المراهقه مثلا، السن الكبير اللي بعد ال40؟ والله احنا عندنا يعني جميع الاعمار موجوده. جميع بس الاعمار. يعني كل عمر بتلاقي منتشر عنده مخدر معين. يعني الشباب اللي هم السن الصغير اكترهم جايين في الستروكس، لان هو اكتر مخدر منتشر وارخص مخدر منتشر. تمام. فبيجربوه اكترهم جايين عندهم شق نفسي، ده السن الصغير. في المرحله العمريه الوسط تلاقيهم اكترهم هيروين وترامادول. في السن الكبير برضو اكترهم حشيش، على مدى العمر طبعا اثر على المخ، وفي منهم الهيروين. فكل واحد بيبقى مرضه
او اعتماديته على مخدر معين. يعني بتلاقي المدمن جرب جميع انواع المخدرات تمام، بس هو استقر على مخدر معين. ليه؟ لان هو ملاله جزئيه معينه مفتقده. يعني مثلا جرب الترامادول خلاه يتكلم كتير، هو كان مفتقد حته الكلام الكتير والثقه بالنفس، عنده رهاب اجتماعي مثلا. هو لو حل الرهاب الاجتماعي مش محتاج ان هو ياخد المخدر. تمام. في حد مثلا شرب الحشيش كان مكتئب، فالحشيش حسسه بسعاده وهميه. تمام. فهو استقر عليه، ما عجبوش الترامادول. في حد جسمه ضعيف شويه محتاج باور، جرب الهيروين اداله باور واداله طاقه وحسسه ان هو قادر يعمل حاجات كتير. طبعا ده كله حاجات مزيفه وهميه وبتيجي على الجسم، بتاثر على الجسم جامد جدا وبيرهق الجسم جامد جدا فوق طاقته الطبيعي اللي ربنا خلقه لك، والمواد اللي بتتفرز في المخ في كميات معينه انت بتزود الكميات دي، فبتجبر نفسك على ان انت تعمل حاجات فوق طاقتك، فلما بتيجي تبطل بتلاقي الجسم شبه متدمر. تمام. فربنا يعافيهم، وفعلا احنا محتاجين ننشر توعيه. ما احنا من دورنا يا دكتور محمد ومن دور حضرتك احنا عملنا البث دوت عشان خاطر نعمل توعيه للناس، عايزين نعرف الناس الاثار السلبيه نتيجه المخدر بنبذه يعني سريعه كده وبسيطه يا دكتور محمد. يعني مثلا حياته مثلا الشخصيه الاسريه الصحيه، يعني ممكن تبين لهم نبذه مختصره كده. بص عايزين نكره الناس للمخدرات. هقول لك على حياته وقت المخدر، واقول لك على حياته بعد التعافي. تمام. الناس كانت موجوده فعليه عندنا. تمام. في ناس جايه لنا اللي هو اللي بايع كل حاجه في بيته، حتى انبوبه الانبوبه الغاز بايعها من البيت، وسارق فلوس من الناس وعليه مديونيات لناس، وعنده مشاكل اسريه ومراته سابت البيت ومشت، وطبعا سابته وخدت عيالها، شغله اترفد منه، خسر وظيفته، خسر بيته، خسر عياله، خسر اهله، جاي لنا اللي هو شبه متدمر. ده طبعا ده قاع المخدرات اللي هي النهايه اللي اي حد مدمن هيوصل لها لو فضل مستمر على اللي هو عليه. طبعا ده كان شبه في بيته، بيته فاضي ما فيهوش اي حاجه غير هو لوحده يعملها، خلاص جاب قاع. جالنا يبطل، قال لما حاول، يعني سامع مثلا حاجه عننا، بحث عن الفيس، لقى الصفحه بتاعت المستشفى، كلمنا فجاه وصل. طبعا هو محطم، قال لي انا ادخل ابطل والله عشان مش لاقي حاجه في حياتي عايش لها، يعني خلاص كل حاجه ضاعت مني. ده نهايه المخدر، يعني كده كده هتوصل للنهايه دي. وفي برضه نهايات تانية مختلفة، في اللي هو اللي بيشرب حشيش ساعات بيوصل لمرحلة الشك النفسي، ده اللي هو زي الجنون كده، اللي هو خلاص الراجل ده مخه باظ، لو قابلته في الشارع ده دماغه تعبانة. أنت طبعا بتشوف ناس بتقع في الشارع وبيحصل لها حاجات غريبة، ده كله نتيجة المخدر، أنت أكيد قابلت المواقف دي. تمام. شفت الفيديوهات اللي موجودة على الفيس اللي هي نتيجة المخدر الاستروكس، اللي بيعملوا أفعال غريبة واللي بيصوت في الشارع. طبعا وناس في سن كبير، ناس يعني ليها هيبتها ومكانها يعني، وبياخدوا مخدر زي ده. طب بعد ما تعافى، بعد ما دخل واشتغل خطواته وتعافى، خلال فتره التعافي احنا بنحاول نظبط له الدنيا بره، نعدل له الدنيا بره. طب هتعمل مثلا بعد شهر زياره لاهلك اللي هي زوجتك، طبعا زوجته لما بنكلمها تعالي زوريه، لا انا مش جاي، انا مش عايز اقابله، مش عايز اشوفه تاني، تعالي معلش. دي مره جت شافته، شافت شكله اصلا بعد ما تعافى وجسمه لما رد وفاق، طبعا كان جاي لنا شبه عظم، هيكل عظمي يعني، ما فيش جسم خالص. المهم فايق، جسمه كويس، بيتكلم كويس بطريقه كويسه، الموضوع اختلف خالص. لا ده متعافي فعلا ومبطل، بيشتغل على حته عدم تحمل المسؤوليه اللي عنده، بتشغله على عيوبه، بتديله وعي كبير جدا في الحياه، بتشغله على مبادئه، شغالوا على الروحانيات وتقربوا من ربنا. ففي تغيير مختلف، في تعديل سلوك، في حد متحمل المسؤوليه. لا انا هطلع وهشتغل وهقدم على شغل وان شاء الله يقبلوني. وخلال فتره وجوده في المستشفى كان بيطلع المستشفى عندنا في مرحله من المراحل، بيطلع وبيرجع، بيطلع يقدم على كذا شغل ويرجع عندنا تاني يكمل خطواته، لحد ما اتقبل في وظيفه وراح الوظيفه دي، وكان بيرجع برضه على المستشفى لان بيته فاضي ما فيهوش اي حاجه، فالمستشفى بتدعمه في الحته دي. خريج المستشفى بيستمر فيها مدى حياته ما هو متعافي، يعني اللي هي زي بيته، يقدر يجي في اي وقت.
لحد ما بقى ليه مرتب ثابت ومرتبه كويس، بدأ يجيب حاجات لبيته وملامن تاني، الحاجات اللي باعها كلها بدأ يجيبها، لحد ما وصل في يوم من الأيام إن هو قادر يتحمل مسؤولية بيته، كلم زوجته تعالي ارجع البيت تاني عندنا، ورجعت والدنيا استقرت، رجع لبيته ورجع وظيفة كويسة ورجع لعياله وشال مسؤوليتهم. ده من إنسان مدمر، متدمر، قاعد في بيت فاضي، باعه كله، ملوش حد، مراته سابته وبنته سابته وأهله اتبروا منه، راجل مسؤول مال بيته، شغال في وظيفة كويسة، رجع مراته وعياله وشايل مسؤوليتهم، ورجع أحسن من الأول، وعنده مبادئ وروحانيات عالية، بدأ يقرب من ربنا، بدأ يتبع صلاته، بدأ ينتظم في حياته، بدأ يتعدل سلوكه ويومه، نتعود عليه زي ما كان في الريكفري اللي أنا بقولك عليه في المستشفى، إن هو بيصحى بميعاد وبينام بميعاد وملتزم جدا بمواعيد فقرات علاجية. فبدأ الكلام ده من كتر الاعتياد في المراحل إن هو بدأ ينفذه على أرض الواقع، بيقوم في البيت يوضب سريره، يغسل طبقه، فاهم؟ اللي هو تغيير من إنسان سلبي ملوش أي دور في المجتمع لإنسان ملتزم، إنسان عنده روحانيات ومتدين وعنده مبادئ. شايف أنت التغيير؟ تمام يا دكتور محمد. يعني في احد الاصدقاء على الصفحه بيسالنا هل السجاير دي ادمان، انا عايز ابطلها اعمل ايه؟ هي السجاره طبعا هو اول طريق الادمان، مظبوط. طب احنا عايزين، احنا داخلين على شهر رمضان، شهر كريم، عايزين الناس طبعا يعني طريقه بسيطه كده وطريقه سهله تخليهم يبطلوا السجاير، لو يعني لو حضرتك تعرف توجه لهم نصيحه بكده يعني. تمام. هو السجاير احنا بنعتبرها ادمان، يعني احنا ما بنعالجهاش في مستشفيات علاج الادمان. ليه؟ تمام. لان عشان ما يبقاش بينها ارتباط شرطي بينها وبين تبطيل المخدرات. ازاي؟ ان هو لو انا انتكست على السجاير فانا كده انتكست فعليا، فانا ايه؟ اشرب مخدرات، فاحنا بنفصلها عن المخدرات عندنا. بس السجاير هي ادمان. تمام. في نسبة نيكوتين بتدخل الجسم عندي اعتياد عليها، هي ليها أولوية. لو معايا فلوس ومعيش سجاير لازم أجيب سجاير طبعا قبل ما أروح بيتي. بحاول أبطلها إزاي؟ السجاير صعبة في تبطيلها. ليه؟ لأن في حاجات كتيرة بينها وبين السيجارة ارتباط شرطي. في ناس ما يعرفوش يشربوا القهوة أو الشاي غير وهو معاه سجارة. تمام. في ناس كل ما ياكلوا بعد الأكل لازم يشرب السيجارة، أول ما يصحى من النوم لازم يشرب السيجارة، واول ما يدخل الحمام يولع السيجاره، اللي هو ارتباط شرطي في كل اليوم، فاهم؟ اللي هو من اول ما تصحى الصبح تدخل الحمام تشرب شاي او تشرب قهوه، كل الكلام ده بتشرب فيه سيجاره، تفطر بعد الفطار تشرب السيجاره. طب هنبدا نعدل او نغير الكلام ده ازاي؟ ده ليه نظام برضو علاجي. اول حاجه هو انا بتخلص من اي حاجه ليها علاقه بالسجاير، كطفايه، كولاعه، الحاجات دي ما خليهاش متوفره معايا، بحيث ان الحاجات دي بتجيب لي افكار، فالافكار دي بتخليني ارجع للسجاير مره تانيه. تمام. اتخلص من كل حاجه مرتبطه بالسجاير. تاني حاجه انا ممكن اتخلى عن المشروب اللي بشرب معاه السيجاره، يعني لو بشرب قهوه الصبح لا بلاشها على الاقل اول فتره. بعد كده الناس اللي حواليا اللي بيشربوا سجاير على قد ما اقدر ابعد عنهم في فتره التعافي بتاعتي، لحد ما النيكوتين يطلع من جسمي وما يبقاش ليهم تاثير سلبي عليا، فانا احاول ابعد عنهم على قد ما اقدر عشان ما يتعزمش عليا بالسيجاره فاضعف فارجع انتكس وارجع من تاني. فانا احاول اتلاشى الاعداد دي. في نفس الوقت ابدا اتعود، المخ نفسه بيبدا يعتاد ان انا خلاص بدات اشرب كوبايه الشاي او كوبايه القهوه من غير سيجاره، بدات ادخل الحمام من غير سيجاره، بدات اكل وبعد الاكل ما اشربش سيجاره، الجسم بيعتاد وفي نفس الوقت تستخلص من النيكوتين. هتلاقي ريحه السيجاره بالنسبه له مش حلوه بعد ما يتعافى ويبطل. ريحه السيجاره لما بيشمها وهو بيتضايق، ريحه هدومه هيحس بالتغيير في ريحه هدومه وريحه بيته ومكانه اللي هو بيقعد فيه، ان هو مش محتاج حاجه او اللي هو ذليل لحاجه يعني. فالاحساس ده لوحده كفايه. الاعتياد ده بيجي مع الوقت، يعني مثلا على مدار شهر انا بعمل كل حاجه، كل يوم كانت مرتبطه بالسيجاره انا بعملها بدون السيجاره. بعد ما كان المخ معتاد على فتره طويله من الزمن ان هو لازم يشرب السيجاره اول ما يصحى من النوم، خلاص انا بقالي شهر بصحى من النوم ما اشربش السيجاره، المخ خلاص ما بيدينيش اوردرات الصبح. اول 3 أو 4 أيام او اول اسبوع اول ما يفتح عينه المخ يدي اوردر ايه؟ اشرب سيجاره، اشرب سيجاره. الافكار دي بتبدا تهدى يوم ورا التاني.
ودلوقتي بقى في علاج مش عارف اقوله عادي يعني. عادي مفيش مشكلة. الشامبيكس الشامبيكس تمام. الشامبيكس ده برضه ليه دور كويس وقالوا فعال مع ناس كتير تمام. تمام. بس انا بحب يعني القرار يبقى نابع من جوايا انا، مش هستخدم اي حاجه مساعده او اي وسائل مساعده تمام. انا قراري خلاص ان انا بطل دلوقتي. لو في جيبي علبه كسرها ما تقولش بعد ما العلبه تخلص. تمام. تمام. بعد ما العلبه تخلص اللي هو التاجيل ده، النيه لو ما جاتش في وقتها تبقى امنيه، بدل ما انا عندي نيه ان انا بطل فكسرت العلبه، لا انا بقيت بتمنى ان انا بطل. وهنستخدم الاقراص دي برضه لو حابين يعني، بس انا شايف ان هو القرار لو جه من غيرها هيبقى افضل. لو تمام. انت ضعفت وحسيت ان انت ضعيف ومش قادر استخدمها عادي، ما فيهاش مشكله. هما بيقولوا فعاله جدا وكويسه، بس انا افضل القرار يبقى نابع من جوايا. وهما كلهم هما 3 ايام على بعض، لو عديتهم انت جسمك بيبقى هادي والافكار هاديه وجسمك بيبقى استخلص من النيكوتين والرئتين بداوا يرجعوا لحالتهم الطبيعيه فبتفوق منها بسرعه. الاعتياد بس على الحاجات اللي بيني وبينها وبين السيجاره ارتباط شرطي. نبعد عنها. ابدا اعتاد عليها. نبعد عن الولاعات مثلا، ما نحطهاش في جيبنا واحنا خارجين. اصدقائنا مثلا في القعدات على القهاوي مثلا، عزا مثلا، نحاول ما نقعدش كتير ونمشي. بالظبط بالظبط. عشان يعني اتلاشى عزومه حد بالسيجاره عليا في الفتره الاولانيه. تمام. اللي هي اصعب فتره بتعدي عليك. اول 3 ايام. بالظبط. او اول فتره يعني، اول فتره ادينا اسبوع عشان ايه، ما حدش يضعف او حد ينزل يقعد مع اصحابه وهم يشربوا سجاير. هتبعد عنهم بس الفتره دي، واستغل رمضان. تمام. انت في رمضان ده ايه، انت مش في رمضان قدرت تفضل لحد الفطار من غير سيجاره، فانت قادر. سيجاره ولا اكل كمان. بالظبط. يعني انت لما بتدخل من اي مكان حاجة. يعني انت امتنعت عن الحلال، ازاي مش هتقدر تمتنع عن الحرام؟ معلش اقول لك حاجه كمان. نعم. هو انت لما بتدخل مثلا المطار، مش تمام. المطار ده ممنوع فيه السجاير؟ انت ممكن تقعد حوالي 10 ساعات عشان تركب من غير الطيارة. ما تشرب سيجارة. من غير ما تشرب سيجارة. تمام. لو دخلت كافيتيريا ممنوع فيها السجاير. تمام. مش هتشرب سجاير، فانت قادر. انت قادر تعمل كده. لو الوسط اللي حواليك منعك او رافض الحاجة دي هتقدر تعمل كده. وقدرت، قدرت في رمضان ان انت تفضل من امتى لامتى؟ من الفجر لحد المغرب من غير سيجارة. حوالي اكتر من 13 ساعة. 13 ساعة، فانت قادر. تمام. يعني مش حاجة، زلاك او مش قادر، لا انت قادر. انت بس اللي مدي نفسك تفكير ان انا لا انا مش هقدر، انا مش هقدر. التفكير اللي في دماغي السلبي ده هو ده اللي بيخليني انتكس او ارجع تاني اشرب. تمام. فاستغلال رمضان، انت بتقعد 13 ساعة، يا عم كمل، خلاص انت بعد الفطار ايه قد ايه يعني؟ مفيش، ده لو راح صلى العشاء مع تراويح. بالظبط. خلاص كده الساعة بقت 10. اليوم خلص. تمام. هتسحر، اتفرج على كام مسلسل ولا لو عندي شغل اخلصه، خلاص اليوم خلص. تمام. هتقوم على تاني يوم صايم وهكذا. يعني انت الوقت اللي انت بتقعده من المغرب لحد الفجر تاني ده وقت قليل جدا، واكتره تمام. مستهلك تمام. في صلاة وشغل، ويا عم تسلم على بيتك شويه. لو انت ما بتشربش سجاير في بيتك جنب مراتك وابنك، حاول تقعد معاهم وقت اطول، ده يمنعك ان انت ما تشربش سجاير. لو انت ما بتشربش سجاير قدام والدك ووالدتك وانت شاب، حاول تقعد معاهم طول الوقت اللي بعد الفطار. انت فاهم يعني؟ تمام. ما تحاولش تروح للمكان اللي يسهل شرب السجاير، لا حاول تروح للمكان المحظورات الممنوع اللي بيمنعني من شرب السجاير. بيعمل مشاكل برضه يا دكتور محمد لبعض الشباب المقبلين على الزواج، بنلاقي برضه تاخر في الخلفه والحمل نتيجه الزوجه اللي بتعملها السجاير دي. معلش الخط قطع، هنحاول نكلم دكتور محمد تاني ان شاء الله باذن الله. يعني يا ريت الناس تهتم بيه الموضوع دوت، يعني موضوع جميل جدا. واحنا عملنا الدعوة دي نتيجة يعني رؤيتنا للحالة اللي معانا هنا، يعني قريبة مننا، في ناس كتيرة بدأت تشتكي من الموضوع دوت. ان شاء الله بإذن الله مكملين معاكم في حلقات كتيرة وموضوعات كتيرة. يعني ان شاء الله بإذن الله احنا دايما معاكم في الموضوعات اللي تهمكم. موضوعات زي ما انتم شايفين كده، موضوعات قيمة، داخلين على شهر رمضان، شهر خير. نبعد عن الحاجات دي بقى، نحاول نبعد عن المخدرات، نحاول نبعد عن السجاير،
انتوا اقوى من اي حاجه، انتوا اقوى من السجاير، انتوا اقوى من المخدرات. معانا معلش يا دكتور محمد الخط قطع، احنا اسف. لا لا ولا يهمك، احنا كنا مكملين في موضوع ان السجاير والمواد المخدره دي بتاثر على الصحه الانجابيه بالنسبه للرجال. بالظبط، طبعا طبعا. ولما حتى اللي بيشرب سجاير لما بيبدا يوقفها بيشوف الاختلاف وبيشوف الفرق. تمام. حتى في العلاقه نفسها بيشوف الفرق. تمام. يعني بتختلف كتير طبعا، وانت مش هتدمر حياتك وهتدمر مستقبلك عشان سيجاره ملهاش اي لازمه. ده غير التدخين السلبي لافراد الاسره، يعني ده برضو انت مش بتاذي نفسك، انت بتاذي اطفالك، بتاذي زوجتك، بتاذي ابنائك. بالظبط، انت مش لوحدك اللي بتتاذي، انت بتاذي اللي حواليك اكتر. فيعني لا، ليها وسائل كتير ان يعني ان انت تتعافى منها، وشايف رمضان فرصه مناسبه جدا جدا ان انت توقف السجاير. فيا ريت والله، يا ريت كل واحد كده يفكر فيها ويحسبها، يلاقي الوقت بسيط. و غير الفلوس اللي بتضيع فيها، يعني فلوس كتيره جدا. اقل علبه سجاير بكام دلوقتي يا دكتور محمد؟ ما بالك، مش عارف والله، بس يعني هو مش هتقل عن 20 جنيه يعني. طب يعني 20 جنيه ده اقل حاجه علبه في اليوم، يعني ده مرتب لوحده. اه طبعا، رقم كبير ده الفرد واحد. لا لا، ما يفكرش ولا بيحسب كل الكلام ده. وغير كده يعني يا ريتها حاجه تنفعك او تفيدك يعني. تمام. ما بتاثرش، ما بتغيرش مودك، ما ولا اي يعني حاجه والله، ولا اي حاجه يعني. معلش يا دكتور محمد، بيبقى ريحه النفس بتاعهم بتبقى الصراحه يعني. بالظبط. الواحد مش مقلق منهم خالص، يعني بس بيحاول ما يحرجش الناس. يعني يا ريت الناس تبدا تحرج الناس عشان تخف شويه من موضوع السجاير ده. يا ريت، يا ريت. يعني لو كل واحد قابل حد الله مدخن كده يقول له الصراحه ان ريحه النفس معايا مش هي مش حلوه، يعني هيبدا يغير من نفسه شويه، نفسه وملابسه كل حاجه، يعني البيت نفسه، شعره، كل حاجه بتبقى الواحد مش مأذي منها الصراحه. الدكان بيتراكم على الملابس حتى، يعني بتفضل الريحه في ملابسه بعد لو موقف شويه بتفضل الريحه متراكمه على ملابسه. تمام. فربنا يعافيهم يا رب ويشفيهم، ويا ريت يبقى رمضان ده فرصه للناس كده يستغلوها استغلال كويس. وكل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا دكتور محمد. احنا عايزين نبذه مختصره كده يا دكتور محمد عن مستشفى الطريق، العنوان، التليفون، الناس تتواصل مع المستشفى ازاي بتاعت حضرتك يعني. تمام، انا طبعا هسيب الرقم مع حضرتك. تمام. تمام. احنا مستشفى الطريق للطب النفسي وعلاج الادمان في حدائق الاهرام، البوابه الاولى. بقالنا يعني حوالي اكتر من 10 سنين شغالين في مجال الطب النفسي وعلاج الادمان. اتعافى عندنا عدد كبير جدا من المدمنين، والحمد لله عاملين يعني نسبه متابعه حتى للناس المتعافين كويسه جدا، والناس عامله سنين دلوقتي متعافين. الحمد لله وقفوا على رجلهم وكونوا بيتهم وطلعوا من المستشفى، شالوا مسؤوليه ولسه بيجوا لنا ويتابعوا معانا لحد دلوقتي. اي حد محتاج مساعده، اي حد واخد قرار تبطيل، اي حد مش عارف ياخد قرار تبطيل، احنا نقدر نساعده طبعا. ممكن تبعت له الرقم، وبرده مع الحملات اللي احنا بنعملها ممكن حضرتك تبقى تبلغ بيها على القناه عند حضرتك. حملات توعيه بتبقى في الصيدليات، بتبقى في المولات، هتلاقينا دايما موجودين. هي اسمها حمله تقدر، وان شاء الله كله يقدر كده يتعافى ويبطل المخدرات ويقدر ياخد قرار، واللي مش واخد قرار حتى لو حد حواليه يقدر ياخد له القرار او يساعده، يبقى عمل خير بجد كبير. يعني في ناس يا دكتور محمد كده، سؤال يعني اخير كده، بيستخدموا مع المدمنين دول المنوم، المهدئ، الانتي ديبريشن، الحاجات دي بيحاولوا يديها لهم كده بدون اي وعي وبدون اي ثقافه. انا مثلا يعني طبعاً اي مريض عندي ادي له كلوزابيكس. لا ده غلط جدا طبعا. ده طبعا جداً. احنا هننيم المريض ده طول اليوم يعني، وبعد ما نايمه ايه الحل؟ هيقوم يصحى يروح يتعاطى تاني. بالظبط بالظبط، هو ده حل مؤقت طبعا، مش وممكن يضرب مع المنوم كمان. تمام. فده مش حل صح. وغير كده بديله العلاج ده بناء على ايه يعني؟ لازم يكون تحت اشراف طبي، جرعات والمواعيد والكميات اللي بياخدها طبعا. والنفس دي اهم حاجه في الموضوع ده يا دكتور محمد، يعني انا متهيألي التاهيل النفسي ده اهم حاجه في العلاج. مظبوط، ده اساسي طبعا، وليه وقته وليه ميعاده، وكل واحد ليه علاجه، مش كله يعني. كلوزابيكس ده اصلا مش منوم يعني، هو حاجه بتعالج الامراض النفسيه معينه،
فهو ده من اعراض النعاس، يعني اللي هو بينايم بيحس بالنوم او بيحس بالنعاس، ده من اعراض العلاج. فده بيعمل حاجات تانية خالص في المخ، ليه تأثيرات تانية خالص. تمام يا فندم، تشرفتنا يا دكتور محمد في الحلقة النهاردة، وحلقة جميلة احنا منزلينها على الصفحة وكمان هنزلها على قناة اليوتيوب. دي حاجة جميلة جدا من حضرتك ومساهمة جميلة من مستشفى محترمة، مستشفى الطريق، وحملات اللي انتوا حضرتكم بتعملوها حملات تقدر دي. يا ريت يا دكتور محمد تنزل لنا برضو كده حملة كده يعني، بس بعد العيد، عشان احنا لو نزلناها هنا في المنطقة زحمة جدا والإدمان زاد بطريقة يعني كبيرة. بإذن ان شاء الله نعملها كده بعد شهر رمضان والعيد ان شاء الله، ننسق مع حضرتك كده ونخدم اهلنا هنا في شبرا الخيمة، الناس اللي عايزه تتعافى، الناس اللي عايزه تقدر تتعالج، الناس اللي هي فعلا خدت الخطوه. هنعمل لكم التحاليل وهنعمل لكم كل حاجه، وكمان هيبقى معاكم دكتور محمد هيقول لكم التوعيه كلها. وكل مريض بيختلف عن التاني، يعني ما فيش واحد مدمن يقابل صديقه المدمن بعد ما خف يوصف له الحاجه بتاعته العلاج بتاعه. انا بشوف الحاجات دي كتير يا دكتور محمد. طبعا ده كل حاجه غير التانية، مفيش حاجه. طبعا كل حاجه غير التانية، مفيش متابعه علاجيه، مفيش اي حاجه خالص، ده علاج عشوائي ومش فعال كمان. ربنا يخليك يا دكتور محمد، وشكرا ليك يا دكتور محمد، ومتشكرين جدا على مداخله حضرتك النهارده. شكرا يا فندم، والله شرف ليا، والله المداخله دي جميله جدا. ربنا يخليك يا دكتور محمد، مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. الحمد لله احنا قدرنا نفيد الناس اهوت، الناس اللي عايزه تقدر تبطل سجاير، تبطل مخدرات، نوع معين من المخدرات، حشيش، هيروين، بودره، كل حاجه اللي انتوا بتستخدموها سواء قرايبكم، اصدقائكم، جيرانكم، في توعيه، في حاجات كتيره نقدمها للناس، حتى لو كلمه كويسه نبدا نفهمهم المشاكل اللي احنا عرضناها في الحلقه ديت، ومدى تاثير المخدر على صحتك، ومدى تاثير المخدر على الماليه بتاعتك وعلى اسرتك وعلى حاجات كتيره انت في غنى عنها. ان شاء الله باذن الله معاكم مكملين في حملات توعيه كتير بنقدمها. زي ما قلنا وقلنا لكم برضو، ما زلنا مستمرين في حملات التكافل، بنقدم علاج اهوت مجانا، هننزله بعد الصفحه ان شاء الله باذن الله. ناس اتبرعت، وهننزل للناس اللي كانت محتاجه العلاج، وهننزل برضو روشته كانت ناس بعتها عشان خاطر نقدم لها العلاج. يعني حاولوا على قد ما تقدروا تشاركوا معانا. سيبكم بقى من المطوشه اللي شغاله، سيبكم من الحاجات اللي انتم بتتفرجوا عليها بدون اي متعه. انا متهيألي دلوقتي المطوشه بقت عامله زي السجاير، بقت ادمان، وبنشجع ناس بتاخد ملايين، واحنا ما بن يعني ما بنستفيدش منهم اي حاجه. احنا كل اللي بنستفيده اللي احنا بنضيع وقتنا فقط لا غير. تحياتي ليكم، وتحياتي لكل اعضاء الجروب، وتحياتي خاصه للناس اللي شاهدت معانا البث دوت، استاذ محمود ابو بسنت، وكل الناس اللي شاهدت معانا البث المباشر. معاكم دكتور حسام، بالتوفيق ليكم وبالتوفيق لينا، على امل اللقاء غدا ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.